السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناتي المحيط للشروحات والتقنية. اليوم بإذن الله رح نتكلم عن سلسلة للربح من مدونات بلوجر. في هاي السلسلة رح نتكلم عن كل ما يخص مدونات بلوجر من الصفر حتى الاحتراف، من بداية من إنشاء حساب الجيميل إلى حد أو مرورا بإنشاء المدونة، تركيب القالب، كتابة التدوينات، تجهيز الإعلانات، وضع الإعلانات، إلى حد سحب الأرباح. وخصوصا هذا الشرح مقدم للأشخاص الموجودين داخل سوريا، فمن خلال هذا الشرح راح نتمكن حقيقة من الربح من مدونات بلوجر. طبعا في ضمن هذا الشرح مثل ما ملاحظين أنا في عندي أول موقع أو أول مدونة موجودة باسم المحيط للشروحات والتقنية، هي المدونة الأساسية الخاصة بالقناة، قناة اليوتيوب. فمثل ما ملاحظين في عندي 249 تدوينة، المشاهدات تتراوح ما بين مثل ما ملاحظين 123 173، طبعا موجود آلاف بالأسفل 332. أربعمية وثلاثين، 1272، 1022، 1224، 1296. طبعا في أكتر، في عندي حوالي في عندي لسه تدوينات فيها بالسبعة آلاف 8000، في منها عليها 12000 مشاهدة حسب كل مقالة، إذا كانت مراعية لشروط السيو أو لا، إذا كانت فيها محتوى جذاب أو لا، إذا أنت كنت بتقوم بالترويج لهي المقالة أو لا. فكل هالأمور هي بتلعب دور بتصدر المقالة، بالإضافة للعنوان، للكلام موجود داخل التدوينة، الصورة إلى آخره. طبعا لو سوينا عرض للمدونة، مدونة المحيط للشروحات والتقنية، طبعا أنا مركب فيها قالب سيو بلاس، طبعا احنا يفضل نستخدم الاصدار القديم من بلوجر عشان انه التعامل معه اسهل من الموقع، من الاصدار الجديد. مثل ما ملاحظين ظهر اول اعلان، الاعلان من شركة ياللكس. انا في عندي بالقناة ثلاث انواع من الاعلانات او الاعلانات من ثلاث شركات، الشركة الاولى شركة ياللكس، الشركة الثانية مثل ما ملاحظين هي شركة شورتس، هو اللي هو موقع اختصار روابط لكن بيقدم خدمة اعلان داخل سكريبت، تسوي له سكيب تظهر نافذة منبثقة، وبعدها رح يرجع الموقع للشكل الطبيعي. مثل ما قلنا في عنا اعلانات شركة ياللكس، في منها بنارات، في منها اعلانات منبثقة، وفي منها السلايدر او الاعلان المنزلق. النوع الثالث من الاعلانات مثل ما قلت عندي في اعلانات الناتيف او اعلانات شركة ادستيرا. شركة ياللكس بتدعم سواء كانت المدونة او محتوى عربي او اجنبي، لكن يفضل يكون محتوى اجنبي لان السي بي ام بيختلف من دولة لاخرى، خاصة مثل نحن ما بنعرف السي بي ام بالدول العربية منخفض جدا. فهذا هو الموقع الخاص بي. مثل ملاحظين صفحة الفيسبوك، قناة اليوتيوب، اكثر المقالات عن الموقع، بالإضافة إلى صفحة سياسة الخصوصية، اتصل بنا من نحن. طبعا هي الموقع وهي المدونة قدمت فيها عدة مرات على أدسنس أو على جوجل أدسنس لكن تم الرفض بسبب وجود محتوى مخالف. منتقل للموقع الثاني واللي هو موقع كان اسمه المحيط بالتقنية برو. هذا كنت بنشر فيه برامج مدفوعة، طرق خاصة بترمكس، بالحل مشاكل فيسبوك إلى آخره. جميع المقالات الغير موافقة لأدسنس كنت انشرها هنا، لكن بعد عناء طويل وعذاب طويل قررت افصل الموقعين عن بعض وحولت الموقع المحيط بالتقنية برو الى محتوى اجنبي مثل ما ملاحظين. فلو سوينا عرض للمدونة، طبعا القالب الموجود على صفحة المحيط بالتقنية برو هو قالب أندلس. طبعا راح يكون في شروحات عن
جميع قوالب موجودة. طبعا لو ملاحظين إضافة أليكسا، ترتيب موقع المحيط بالتقنية برو اللي هو محتوى أجنبي 1,097,000 على مستوى أليكسا، هو ترتيب جيد نوعا ما. أما الموقع المحيط للشروحات والتقنية فترتيبه 724,000 على مستوى أليكسا، كمان ترتيب ممتاز. طبعا بالشروحات القادمة رح نتكلم عن أفضل شركات الإعلانات أو جميع شركات الإعلانات الخاصة بال أو تدعم منصة بلوجر، شركات الإعلانات، طرق السحب منها إلى آخره. فعند الموقع الثالث واللي هو الموقع المحيط للشروحات والتقنية 2، واللي هو الموقع اللي أنا حاليا عم أعمل عليه عشان قدمه لجوجل أدسنس، وإن شاء الله رح يتم قبول الموقع. الموقع حاليا فيه 28 مقالة، المشاهدات طبعا ضئيلة نوعا ما، يمكن حوالي 100 مشاهدة لأحد المقالات. وأيضا رح أتكلم عن طريقة تقديم لجوجل أدسنس بمجرد قبول الموقع هذا في جوجل أدسنس، لأن سبق وجربت بالقناة والحمد لله رب العالمين تم تفعيل القناة وتفعيل الأرباح، وحاليا القناة عم تجني أرباح. كل هالأمور هي رح نتكلم عنها بالسلسلة القادمة، بسلسلة الربح من مدونات بلوجر. أيضا بعد ما ننتهي من هاي السلسلة رح ننتقل لسلسلة اللي هي الربح من اليوتيوب، أيضا رح يكون للسوريين أو للسوريين الموجودين داخل سوريا أيضا نصيب من هاي الشروحات. رح يكون هناك شروحات مخصصة للسوريين الموجودين.